على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. يا شهرجاز انت يا ولية، تعالي هنا قدامي يا مفترية، نفسي في مرة تبطلي حركاتك الغبية. فين يا ولية سيف مسرور؟ ان شاء الله يتحرق ويغور، انا ما خدتوش منه غصب، انا واخداه منه بكيف ومش نصب، طبعا جالك وعمل عيل وقعد يعيط وعمال يصرخ ويزيط وبيقول انك خدتي منه السيف وضحكتي عليه. كذاب في اصل عينيه، ده احنا طول ما بنلعب كان فرحان وبيقول هي. وكنت بتلعبي مع مسرور ليه؟ وكنت بتلعبي معاه ايه؟ كنا بنلعب رفة يا بيه، وكسبت منه 100 دينار، وكسبت السديري والدرع، جيت اقوم قال لي كفيني لعب، رحت ملعبها على السيف وخسروا الخروف؟ ده عيل هفق ومهفوف، والنعمة كان بيلعب بمزاجه، أنا ما غصبتهوش. أنا هضرب راسك بالشاكوش، خليلك 100 دينار وكمان السديري والدرع، بس رجعيله السيف. انسى يا خفيف كله إلا السيف. اعقلي يا شهرجاز وخلي يومك لطيف. والله حرام، أنا ملعباه لعب شريف، لو ما رجعتيش السيف أنا هطير راسك بشكل مخيف. استر يا لطيف، خد يا خويا يغور السيف، أنا ماشية ومش هبات معاك في الجناح. لو مشيتي أنا همنع عنك التفاح، أنت تقعدي معايا هنا وتحكي لي حدوتة صغنطوطة، وتكون حلوة ومش ملتوتة، فهمة ولا لأ يا كتكوتة؟ من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولايا. بلغني أيها الملك الباطش اللي خد مني السيف وراح لاطش، إن في أحد البلاد المليانة بالحضارة والأثار، اكتشف المسؤولين إن فيه واحد جزار، عنده في المحل حجر أثري قديم وسمين، بيقطع عليه فشة وكرشة، وكمان بيبيع للناس سمين. ولما المذيعة سألت المسؤول، قال يا مولاي كلام مش معقول، ولو ادتني الأمان أحكي لك اللي كان. ليك الأمان. أعزائي المستمعين، معانا الآن الأستاذ أشرف تابوت، المسؤول الأول عن الأثار في البلد. أستاذ تابوت، إيه حرتك حكاية الحجر الأثري اللي الناس لقيته في سوق الكرشة والكوارع، والجزارين بيقطعوا عليه لحمة الراس، ينفع كده حرتك يعني الكلام ده؟ الأثار يتقطع عليها لحمة راس؟ يعني ده حتى الكرشة تكرف. فور علمي يا فندم بالمشكلة، شكلت لجنة على أعلى مستوى، واكتشفت اللجنة يا فندم ان احد الموظفين بالاثار نفسه هفته على اكلة حلويات، فنزل السوق يا فندم عشان يشتري كيلو مشكل، عقبال عندك شوية فشة كده على كرتشة على منبار، حاجة كده من اللي قلبك يحبها. حارتك جريت ريقي على فكرة، يعني ياريت تخشي في الموضوع لان ريحة اللي هبت فجأة في مراخيني. المهم يا فندم ما طولش عليكي، الجزار خم موظف الاثار وزود في الكلاوي والأوانس. شوف الراجل أبو زمم رحرحة، طيب دي الكلاوي والأوانس بتاخد وقت في السوى، وما رماهمش في وش الجزار ليه؟ طبعا رماهم يا فندم، طبعا رماهم، أمال ايه؟ بس للأسف يا فندم الجزار كان طويل ومتع بعيد عنك، عريض قوي من فوق، راح رافع الحجر اللي بيقطع عليه لحمة الراس، وراح لاسع بيه موظف الأثار على راسه، وتسببت الضربة يا فندم في جرح قطعي استوجب 12 غرزة. يا خبر، إن شاء الله يتشكي في ساتوره البعيد، وبعدين حريتك كمل يا فندم. فورا يا فندم قام موظف الأثار راح عامل محضر في قسم الشرطة، وقامت قوة من الاسم بتشميع الحجر اللي ضرب به الموظف على راسه، وطبعا الجزار مسكتش، راح لاسع نفسه بالساتور على خده، وراح عامل محضر للموظف إنه ضربه،
وبقى محضر قدام محضر. ولما الموضوع كبر يا فندم جات لي لجنة من الوزارة وقالت لي انزل لم الموضوع. أيوة يا فندم، انتوا مش ناقصين شوشرة على الوزارة، الوزارة فيها اللي مكفيها. بالضبط يا فندم. وفورا يا فندم جبت الجزار وموظف الآثار وصالحتهم على بعض، وألزمت الجزار انه يدي موظف الآثار كيلو متكل خالي من الكلاوي والأوانص عربون صلح، وخلص الموضوع على كده يا فندم. هو ده الكلام يا فندم، لكن ايه بقى حكاية الحجر الأثري؟ يعني هو فين في الموضوع ده كله؟ صحيح، لا مؤاخذة يا فندم، انا نسيت اقولك، وانا بصالحهم على بعض يا فندم كان الحجر اللي الجزار ضرب بيه موظف الآثار موجود قدامي، وبعيني الخبيرة كده يا فندم قعدت اقلب فيه وانا بصالحهم، حسيت ان الحجر ده مش عادي. رحت مناول الجزار ورقة بمية ومخلص الحجر منه بصنعة لطافة، وقلت احطه بقى في مكتبي ديكور يا فندم، اهو ينفع طفاية فازة كده يعني. لا يطلع زي ما يطلع بقى يا فندم، مش هيخسر. يعني ما كنتش تعرف انه حجر اثري؟ لا خالص يا فندم، وانا هكدب عليكي. اما مين يا اخويا اللي عرف انه حجر اثري؟ عشان انا تهت منك. والله يا فندم الموضوع ده بقى جيب الصدفة، انا صورت الحجر وحطيته على النت وقلت ابيعه وابدله بسكوتر للواد الصغير، وفعلا يا فندم جه المشتري عند المكتب وجاب معاه السكوتر، واول ما الشاري شاف الحجر لقيته صرخ وقال ان الحجر ده اثري. اتاري الشاري يا فندم كان شغال عندنا خبير اثار واترفض نظرا لسوء سلوكه وعدم احترامه لرؤسائه في العمل. شوف الراجل الناقص. طيب وبعدين كمل يا فندم. رحت فورا يا فندم شكلت لجنة من الوزارة وكشفت على الحجر بالأشعة بين الحمراء. مين؟ الحمراء يا فندم. واكتشفت يا فندم ان الحجر اثري ويعود للعصر البطلمي، وبالاخص يا فندم الاسرة 230 سين واو نون. دي مرور القاهرة؟ جرى يا فندم، احنا بنرخص عربية، دي اسرة كبيرة في العصر البطلمي، وطبعا انا اتمسكت ان الحجر يتحط في متاحف الوزارة ومرضتش ابدا ابيعه. طيب والسكوتر بتاع الواد الصغير؟ في 60 ده يا فندم السكوتر، المهم اثار البلد. امال يا فندم واحنا عندنا اهم من الحضاره؟ ولعلمك يا فندم انا ما سكتش، خدت بعضي ورحت للجزار واتفقت معاه اي حجر اثري يلاقيه بعد كده يتصل بيا فورا. مش كده وبس يا فندم، لا، قررت صرف مكافاه لموظف الاثار اللي ضربوا الجزار، لان لولا كيلو المشكل بتاعه يا فندم ما كناش اكتشفنا وجود الحجر الاثري. امال يا فندم امال، هو احنا عندنا اغلى من اثار البلد؟ ربنا يخليك للبلد يا فندم، واشوفك في تابوت ان شاء الله. اعزائي المستمعين، سيت داون ان هيلث، اقعدوا بالعافيه. شهر جاز وشهر باظ. وزي ما لقوا الحجر الاثري ده عند جزار، بكره هيلاقوا معبد بالكامل عند نجار، وطول ما هم مش حاسين بقيمه الحضاره، كمان شويه هنلاقي البلد بقت على المحاره. يا رب اشوفكم متعلقين بسناره، ومحدش اتحاسب من المسؤولين. لا طبعا يا نور العين، في اتنين خدوا لفت نظر، وواحد منهم اتاسف واعتذر. ما كانش نعذر، وعلى كده مات الكلام وكله بقى في التمام. وعلى فكره الجزار خلف وجاب حسام. اسكتي اسكتي بقى، انا مش عارف انام. يبقى اكيد عندك انتفاخ، قوم بسرعه خش الحمام. مش قبل ما اقطع راسك يا مدام. ولا مسرور، انت عزفت اللي اسمك مسرور. يا نهار ازرق، انت هتتغبى تاني يا شهرباز. ايوه هتغبى. ولا مسرور، حلق معايا على الجاريه دي، امسك يا ولا، اقطع رقبتها بقى. اعقل بقى يا شهرباز، اهدى يا راجل، مش كده. وانت سيب ايدي يا مسرور الكلب، والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلوت امك. قشطة جدا، الديك بيدا رحمك من ايدي الديك. روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باظ، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ايه درجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست، دي اتزوقت دي اتطلقت،
هشام يحيى، محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق أريش.